بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي في المرة الكام مش عارف يعني، لكن في دراستنا للقانون الدولي الإنساني اللي هو للحرب يعني. يعني احنا موضوعنا اللي بناخده كله المنهج بتاعنا في الحرب. يعني انا بدرس لكم أسوأ حاجة في الدنيا اللي الناس ما بتحبهاش اللي هي الحرب، فعايزكم انتوا تحبوها بقى وتذاكروه تبقوا شطار كده. وقلت لكم المرة اللي فاتت الواجبات اللي على الدول في الحرب والالتزامات اللي عليهم، اللي هو ما مثلا ما يهاجموش المدنيين ولا مساكنهم زي المدنية والثقافية والدينية والحاجات دي كلها، وعليهم حماية البيئة الطرفين المتحاربين يعني، والمنشآت والأشغال الهندسية وغيره، وحتى ممنوع مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع حتى لو كانت هي في الأصل مناطق عسكرية ممنوع يهاجموها، وعليهم يحموا الجماعة اللي هم بيمارسوا الأعمال الطبية، الوحدات الطبية والمستشفيات العسكرية اللي بتعالج الجرحى والكلام ده، والمباني بتاعتها والمنشآت المساجد والكنائس اللي بتبقى في أحيانا في الميادين، وحتى الأفراد الغرب اللي بيجوا يغطوا المعارك زي الصحفيين أو اللي بيساعدوا في إغاثة المنكوبين، دول برضو لهم حماية من الطرفين المتقاتلين. في بقى كمان اللي ما قلتوش المرة اللي فاتت اللي هو التدابير، في تدابير بنسميها التدابير الوقائية أثناء النزاع، يعني أثناء الحرب في حاجات وقائية بنتخذها احتياطات كده يعني. أولا نمرة واحد في الاحتياط أثناء الهجوم، في ما هو الحرب بيبقى كلها هجوم، ده بيهجم وده بيهجم، فيحتاط لإيه المهاجم المقاتلين اللي بيهاجمهم سواء بتوع الطرف ده أو بتوع الطرف التاني، يتأكد أو يبذل طاقته على قد ما يقدر للتأكد من إن الأهداف اللي هو بيهاجمها دي أهداف عسكرية مش من المحظور مهاجمتها، وإنها تحقق ميزة عسكرية له، يعني خطوة ناحية النص. يحاول يتأكد، دي حاجة احتياطية من قبل ما يضرب يعني، من قبل ما يهاجم، ويعمل احتياطه برضو في الهجوم لتجنب الإصابة للمدنيين أو للأعيان المدنية حتى لو كانت إصابة مش مقصودة. يعمل حسابه إنه لو الحاجة الهجمة اللي ممكن تفلت منه بلاش، ما كانش تبقى ضد العسكريين والقوات العسكرية مظبوطة، يبقى بلاش إذا شك إنها هتعمل ممكن تسبب ضرر للمدنيين. عليه كمان يحتاط ضد الآثار، من الآثار اللي هتترتب على الهجوم. شوف يعني هو يقصد بالهجوم إنه هيحصل إيه، هيحصل آثار مشروعة في القانون العسكري عشان يكسب، ولا هتبقى فيه حاجات تانية عكسية. كل طرف من الطرفين المقاتلين عليه عشان ما
المدنيين والأعيان المدنية اللي تبعه هو، العدو ما يصيبهاش، يخليها دايما بعيدة عن الأهداف العسكرية بتاعته، عشان لما العدو يضرب الهدف العسكري بتاعه ما تصيبش هنا غلط، لأن ما تسمى احتياطات، ليه يحتاط عشان ما ينضربش هو. وكمان أكتر من كده، إنه الأهداف العسكرية بيخليها بعيدة دايما عن المدنية، ما يخليهاش قريبة عشان الخطأ ما يوصلهاش. ويحاول بصفة عامة يتخذ زي ما قال الاتفاقيات الإجراءات اللي يقدر عليها والاحتياطات اللي يقدر عليها من أجل حماية المدنيين. كل اللي يقدر يعمله عشان يدفع التوقعات السيئة عن المدنيين بتوعه يعمله. بعد كده نيجي بقى للحرب نفسها، الأساليب والوسائل اللي بيحاربوا بيها، اللي المقاتلين بيستعملوها بقى في الحرب. أولاً، هل للدولة حق مطلق في اختيار الأساليب والوسائل اللي تقاتل بيها؟ يعني في اختيار طريقة القتال وأسلحته، ولا لا حقها مش مطلق في اختيار الطريقة والأسلحة اللي هي تقاتل بيها؟ طب مقيد بإيه؟ بشوية قيود بقى كده هقول لكم عليه. أولاً، ممنوع استخدام أسلحة أو طرق وسائل يعني تسبب أضرار ملهاش مبرر، حتى لو الأضرار دي للعسكريين. لا، بيسبب أضرار، الطرق تكون بتسبب أضرار للعسكريين مقبولة، يعني تؤدي إلى النصر، تكسبه المعركة لأن هدفه المعركة. إنما أضرار ضخمة ملهاش مبرر، يعني مش هتساهم انه يغلب قوي، يبقى بلاش، سواء كانت اسلحة او طرق للقتال. وكذلك زي كده برضو الوسائل والطرق اللي يتوقع منها انها تسبب اضرار، مش بقى بالعسكريين وملهاش مبرر، لا تسبب أضرار بالبيئة، هتضر البيئة، أضرار بالبيئة واسعة الانتشار أو طويلة الأمد، هتقعد فترة طويلة النوع من السلاح ده مثلا مبور الأرض الزراعية ما يخليهاش تنتج، يبقى يمتنع عن الكلام ده. لو أنتج نمرة ثلاثة، لو أنتج سلاح جديد يتأكد وفقا للاتفاقيات والبروتوكول الأول بتاع 77، يتأكد من إنه السلاح الجديد ده مشروع موافق، يعني متفق مع القانون الدولي الإنساني، مهواش مخالف له، واللي تحتاج منه مجهود يكون عارفه قبل ما يفكر ينتجه. اللي بعد كده، الغدر، ممنوع الغدر بالعدو، يعني انت ما تغدرش، انت تموت العدو صحيح لكن ما تغدرش بيه. طب يعني ايه الغدر بقى؟ يعني طب يغدر بيه ازاي؟ يعني مثلا يتظاهر قدامه بنية التفاوض
ويرفع علم ابيض، علم الهدنه، ويقول له تعالى احنا هنتفاهم ونحل سلم، وبعدين يجي يكلمه يقوم هاجم عليه، يبقى كده ده غدر بيه. فالغدر ممنوع بشكل مطلق. او مثلا كمان ممكن يغدر بيه ازاي الفرد نفسه؟ طب ده بيبقى غدر جماعي، الجيش او المجموعه كلها بتستخدمه، لكن ممكن الفرد يغدر بالفرد المقاتل برضه، وده ممنوع برضه. ازاي يعني؟ الفرد اللي بيقابل الفرد المقاتل اللي ضده يتظاهر بانه مجروح او انه اتخبط رجله انكسرت، او يغير لبسه العسكري ويروح لابس زي مدني ويتظاهر بوضع المدني غير المقاتل، او يتظاهر باي وضع تاني يكفل الحمايه، او يشيل علم جريدة لوموند الفرنسية ولا تايم الإنجليزية، بحيث يتظاهر بوضع إنه صحفي، وبعدين يجي يهاجمه. فإذا ما تظاهرش بوضع غلط. كمان يعني عمليات الغدر كتيرة ما تنعدش، ما يحملش الإشارات أو علامات المنظمات الإنسانية زي الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، يشيلها وبعدين لما يجي يكلمه يروح هاجم عليه، يبقى ده غدر بيه. فالغدر يتظاهر، الغدر يتظاهر بوضع يكفل الحماية، لأن المنظمات الإنسانية محمية. كمان في حاجة تانية ممنوعة منع تام، وهي الإجهاز على العاجز عن القتال. يعني إيه الإجهاز؟ يعني ما تخلصش عن اللي أنت تتأكد على إنه هو أصيب مثلا أو أصبح عاجز عن القتال إذا وقع في قبضة الخصم، إذا وقع تحت سيطرتك واحد أو أكثر أو مجموعة، أنت تأكدت إن دول مش قادرين يحاربوا، عجزهم ووقع في قبضتك، أو أفصح هو عن نيته في الاستسلام. يعني لو قال لك انا مسلم خلاص، فاذا يبقى ممنوع انك تخلص على العاجز عن القتال او اللي يعلن نيته في انه هيستسلم. يعني خلاص يقول لك انا سلم، وبعد الاستسلام ما فيش حاجه مطلوبه من الخصم. بعد كده نيجي العمليات العسكرية دي بقى اللي قلناها، والقتال ده كله بيؤدي إلى نتائج، يعني أنت تكسب هو يكسب غير. أهم نتيجة في الـ النتائج اللي بتترتب عليها وأخطرها، إنك أنت تحتل الإقليم اللي أنت كنت بتحارب دولته. يعني أنت غلبته ولكن تحتل الإقليم أو جزء من الإقليم، طيب يبقى إذن الإقليم يصبح محتل كنتيجة من نتائج العمليات العسكرية لما يخضع بصفة فعلية، يعني من حيث الواقع، يعني
لسلطة القوات المسلحة للعدو، وينتهي الاحتلال إمتى؟ لما يجلو العدو عن الإقليم. فإذا الإقليم المحتل لما يخضع لسلطة العدو، ولما يخضع لسلطة العدو ما تفكرش إنه بس هي سلطة فعلية بس، ده قانونية كمان. ليه؟ لأنه يمارس العدو على الإقليم سلطات الحكومة الشرعية، يحكمه ويطلع له قوانين وقرارات واجبة النفاذ عليه، كده يبقى محتل. لكن لما نحتل جزء هيشكل حكومة تدير الجزء غير المحتل، مش هيعتبر انه حاكم الاقليم كل، لكن هيسيطر على جزء، زي ما اسرائيل كده بتسيطر على حته من جنوب لبنان، تقوم تطلع لها قرارات وما لهاش دعوه بلبنان كل، لبنان كله حاجه ودي حاجه تانية. فاذا الاقليم يبقى محتل امتى؟ لما يخضع لسلطه العدو الفعليه وينتهي الاحتلال، وسلطته عليها بتبقى سلطة مشروعة في ممارسة الحكم على الإقليم المحتل، أو ممارسة سلطات الحكومة على الجزء اللي هو احتل، يعني يدي للشعب فيها أوامر ويعاقبهم على مخالفتها وكل حاجة. وحكاية الاحتلال دي هي أخطر نتيجة بتترتب عليها، لأنه مسألة إنه واحد يهزم واحد دي نتيجة عادية، دايماً القتال في واحد منتصر وواحد مهزوم، وفي ولاد الحلال المنظمات اللي زي الأمم المتحدة وغيرها اللي بتتدخل وتصلح وبتنفض المشكلة أحيانا. إنما هو ده الاحتلال هو اللي بيقعد فترات، ممكن يقعد فترات طويلة بس بالسنين الطويلة، مش هيحتلوا سنة ولا اتنين، ده ممكن في مناطق بتقعد محتلة ب20 سنة و30 سنة ويفكروا إنها استولت عليها وخدتها خلاص. فالاحتلال تفصيلات الاحتلال والمعاملات الشرعية الصحيحة لمواطني الدولة أو الإقليم المحتل هناخدها بقى المرة الجاية، عشان هنفصل فيها شوي. يبقى احنا كده ختمنا بان الوسائل والاساليب للقتال مش مطلقه، مش الدوله مش حره في اختيارها، لازم كانها عليها شويه قيود، ما يصحش زي الغدر بالعدو، زي الإجهاز على العجز عن القتال، أو استخدام أساليب تضرب البيئة أو تسبب ألم لا مبرر لها، يعني ما تؤديش إلى النصر بس، لأن المفروض إن هو أقصى هدف للمقاتلين إنه يغلبوا اللي قدامهم، يعني ينتصروا بس. فتفاصيل الاحتلال والإدارة بقى اللي هي على الأقاليم المحتلة هنخليها